الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا إن شاء الله تعالى المجلس 30 من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. نفعنا الله عز وجل بعلمه ومتعنا بفهم هذه الأحاديث المباركة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلني وإياكم من القائلين والعاملين بها إن شاء الله. إن شاء الله نستأنف معكم. من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي. من الأزدي ولا الأزدي؟ من الأزدي. رجلا من الأزدي يقال له ابن اللدبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، يأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه يوم، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا علاءة قد غلها. رواه البخاري. طبعا ما زلنا نعيش مع هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. واستوقفنا هذا الحديث الذي استفتح به الباشمهندس محمود حول الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يجمع الصدقات. ولما قدم بالصدقات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدي له هدايا وجمع الصدقات، فهو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالهم وأخذ الهدايا لنفسه وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي كما ترون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل، في رواية أبعثه في كذا وكذا، أو في رواية: إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، ليأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أو هذا هدية، فلا جلس في بيت أبيه وأمي إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. طبعا هناك فوائد مهمة ذكرنا بعضها وأنا أذكر بقيتها. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضبط المصطلحات، ربما تسمى الأمور بغير مسمياتها كما قلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. فالهدية ليست شرط أن تكون هدية، ربما تكون في ظاهرها هدية لكن في مضمونها رشوة. ماشي؟ وهذا مما عم به البلوى في هذه الأزمنة، أن تسمى بعض الأمور بغير مسمياتها تخفيفا من الأخذ بها أو تخفيفا من عدم حرمتها. هذه اللعب بالألفاظ موجود بقوة الآن. المشروبات الروحية تطلق على الخمر، يعني فيقول لك مشروبات روحية، ما أعرفش، ده بتطلع الروح مش بتطلع الروح والعقل إنجاز التعبير. والربا يسمونه فوائد وأرباح، الرشوة يسموها هدية أو دخان أو حلوان أو قهوة أو أي شيء، لكن لا يسمونه باسمه، وغير ذلك من هذه الأمور. يعني كلما وجدت مصطلحا مخالفا تعلم ان المقصد منه هو تخفيف حرمته وقرعه على الناس.
معايا؟ فلما تيجي تقول للراجل انت بتاخد فوائد، البنوك يقول لك فوائد مش ربا. يعني انت فاهم، انت تشرب يا عم الحاج بيره ولا بيقول لك مش خمره، وهكذا. فيسمي الاسماء بغير ايه مسمياتها. فهنا الرجل سمى الهديه، او سمى الرشوه هديه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعاد المصطلحات الى اصولها. معايا؟ احيانا لا يضر الاصطلاح اذا لم يكن من ورائه مشكله، لكن اذا بين قوسين اذا لم يترتب عليه، يعني يترتب عليه تغيير في الفهم، او بين قوسين او تغيير في الحكم. يعني مثلا على سبيل المثال، نصارى بني تغلب هؤلاء من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم اخذ الجزيه على ان يتركهم ويخلي بينهم الى غير ذلك. لما جاء عهد سيدنا عمر رفضوا ان يدفعوا الجزيه باسم الجزيه، قالوا نحن عرب ندفع الزكاه. كيف انتم تدفعوا الزكاه؟ الزكاه هذا فرض المسلم. عمر قال ايه؟ ادفعوا ما تريدون، سموها زكاه سموها جزيه، المهم ايه؟ ان تدفع. يعني لم يقف كثيرا عند حدود المسميات. قالش لا تدفعوا جزيه يعني تدفعوا جزيه. انت عاوز، هو عاوز، انت عاوز تسميها زكاه سميها انت زكاه. هي لكن هي الزكاه فرض المسلم، والجزيه فرض غيره. انت معايا؟ فهو هم قالوا نحن عرب لسنا اعاجم يعني، فلا تقول جزيه، الجزيه هذه للاعاجم. فلما نظر ان عمر ان المصطلح هنا لن يضر في تسميته، لا باس. مرر الامر وانتهت القضيه، المهم انك تدفع، ده اهم حاجه عند الله. لكن هنا مشكله، هنا هيضر، لان الناس ينظرون الى العامل على ان فعله هذا هديه، والهديه في عرف اهل الايمان والاسلام امر ايه؟ مباح. صح بل بالعكس امر محبب اليه. فلما قال هذا اهدي لي، اعاد النبي صلى الله عليه وسلم المساله الى ضبط المصطلح. قد يكون في ظاهره هديه، لكن في باطنه واصله وغير ذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مغيرا لمساله تغيير او ضبط المصطلحات، وهذا فكره امر مهم جدا يا اخوان. اتمنى اي انسان يسمع اي مصطلح لابد ان ينظر المصطلح، وينظر على ما وقع عليه المصطلح، ان وافقه فبها ونعم، وان خالفه رجع الى الاصل الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، او سماه به الشرع. عرفوا به بعض المسميات لما تتغير حتى تدخل ضبابيه في الفهم، او تدخل عند بعض الناس كما ذكرت من الامثله، تدخل في عدم فهم هذه الامور، او تخفيف حده الحرام وتخفيف حده الممنوع والمنهي عنه. الفائده الثانيه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه السنه، ربنا يرفع يعني، ان ربنا اكرمنا والله. الفائدة الثانية في الحديث يا جماعة هذا هو تصحيح الأخطاء الفورية، أن يصحح الخطأ فورا ولا تتهاون فيه أو تسوف فيه. بعض الأخطاء يجوز فيها أن يسوف فيها الإنسان لعامل أن الزمن يخفف من حدتها، أو يخفف من التعامل مع صاحبها. وهناك أخطاء ينبغي أن تعالج في زمانها، إن تركتها إلى زمان أبعد منها اتسعت الفجوه وانتشر المنكر، وربما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع او يسمع او يجمع الانسان هذا الجمع الذي نزلت فيه هذه المغاليط. فالان لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قال هذه الكلمات وفي جمع من الناس، لو قال ايه طب نستنى بس لما يهدى كده وياخد نفسه من السفر ونشوف الصدقات وبعدين نشوف موضوع الهديه بتاعه ده، ربما يذهب انسان يظن ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا على هذا الامر. ربما يكون هذا اخر العهد برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا امر لا يتاخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه تصحيحه لابد ان يكون تصحيح فوري. لمخافه ان ينتشر هذا المنكر بين الناس. بعض الناس من لا يعالج بهذه الطريقه للاسف الشديد. واحد اخطا يقول له استنى عليه ما يصبر شويه. الخطا لا يتعلق به فقط، يتعلق به وبمن شاهده. معنى انك سكتت عليه يا شيخ وانت شفته عمل حاجه غلط ولم ترده ولم تصوبه، معناه هناك اشكاليه في ان يكون هذا اقرار منك على قبول هذا الايه؟ هذا الخطا. فلذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطا وجمع الناس لتصحيحه مع احترام الشخص، فلم يسمه. مع انه معروف، ما بال العامل في روايه، ما بال الرجل استعمله الى غير ذلك، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الا يعاتب ولا يصحح اخطاء بالتصريح ولا بالجهر على الملأ.
بمعنى انه ما يقولش ايه ابن اللدبية ده انا بعته كذا وكذا، هذا يكون من قصفي. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم الا يجرح، وان يتكلم على القضيه العامه، وان يقول ما بال اقوام ما بال اقوام. لكن الشاهد في كلامي هو انه لا بد ان تصحح الاخطاء الفوريه التي لا ينبغي ان يتاخر فيها الانسان. وهناك اخطاء يكون عامل الزمن عنصر من عناصر علاجها، فلا بد ان يفهم الانسان هذا المعنى الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. الانسان الذي يتولى ايضا، وهذه من الفوائد ايضا التي لا بد ان نلتفت اليها، الانسان الذي يتولى اعمال تخص الامه بالذات في قضايا الاموال العامه لا بد ان يقدم اقرار للذمه الماليه قبل ان يقدم على العمل. هذا مهم جدا. يعني انا الان هاخد مثلا بين قوسين، هاخد الشؤون الماليه او ملف الماليات في جمعيه من الجمعيات الخيريه. قبل ان اتقدم لهذا الامر لا بد ان ابلغ الاخوه القائمين ما عندي وما لي وما علي. هذا مهم جدا حتى لا يؤخذ الانسان بمطعن في اخذ مال او بشبهه في دخول دخل او غير ذلك من الذمه. هذا اقرار للذمه الماليه، هذا لا بد ان يفعله المفروض كل من ينتصب منصبا يكون له فيه يدا على المسلمين او في مال المسلمين. لا بد ان نلتفت لهذا المعنى طبعا، ولا بد ان يكون صحيحا، مش تعمل زي الفيلم بتاع معالي الوزير كده تقوم كاتب اقرار الذمه الماليه 30 مليون وانت ما عندكش 3 جنيه انجاز التعبير عشان يقول لك انا هكسب ال 30 مليون دول في الوزاره ان شاء الله. يعني هذا ليس اقرار للذمه الماليه، هذا يعني لعب بالالفاظ او لعب بالقوانين. اقرار بالذمه الماليه هذا كان يفعله الصحابه. وعمر عندما كان يعزل الولاة كان يرجع للأصل الذي ولاهم عليه. أي نعم، شوف الأصل اللي أنت أول ما خدت الولاية وشوف ماذا اكتسبت من وراء ذلك. أحيانا يشاطره نصف المال الذي عنده. فعل هذا مع أبو هريرة، فعل هذا مع خالد بن الوليد، فعل هذا مع مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك من له اعتراض ومن له قبول. يعني أبو هريرة لما فعل معه هذا ورد أن يوليه مرة ثانية قال له لا يا عم الموضوع خلاص، لا أتولى، يعني القضية تنتهي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلي وجد فيه شيء من أكثر من العدل والإنصاف، فيه شيء من إنجاز التعبير الورع والفقه. لكن إقرار الذمة المالية حتى لا يقال عليك كلمة، لا حتى لا تكون عرضة للشبهات، حتى لا يقال أنك إنسان تأخذ كذا وكذا، لا بد أن يعرف، وليس شرطا أن يعرف للعامة، عشان هذا هناك مأخذ مهم جدا. الله يبارك فيك. لا يهمك. هو عزله هو تولى سيدنا أبو هريرة تولى إمارة البحرين في يقال في آخر زمن النبي، ويقال في ولاية أبو بكر. ماشي، فولاه، فلما تولاها ومات سيدنا أبو بكر عزله عمر في بداية التولية، ويقال أنه شاطره نصف المال كما جاء، ثم أراد أن يوليه مرة. هو كده من باب التورع، من باب أنك ربما تكون هناك شبهة في المال الذي اكتسبته وأنت في الولاية. كان سيدنا أبو هريرة ضحوك يعني بين قوسين، ياخذ الأمور على محمل المداعبات يعني. ماشي، فلما أراد أن يوليه مرة ثانية رفض، قال له يعني كفاية اللي أنت خدته، يعني يعني معنى الكلام، وأبى بها، وحدثت مجادلة وحوار بينه وبين سيدنا عمر في عدم قبول الولاية مرة ثانية. لكن سيدنا أبو هريرة حب وآثر أن يكون رهين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بس حتى لا ندخل في هذا، يبقى إحنا قلنا من الأمور المهمة جدا في كل شخص يتولى حقبة تتعلق بأموال المسلمين، أو حقيبة تتعلق بأموال المسلمين، ينبغي أن يقدم إقرارا للذمة المالية، ليس للناس جميعا لأن هذا صح وربما يكون أصلا فيه شيء، ولكن على الأقل أهل الحل والعقد بين قوسين، أنا جماعة داخل عندي كذا في البنك، عندي كذا عندي كذا، وحتى يكون الأمر على بينة من الأول. طبعا هذا من الورع اللي إحنا نتمنى أن يصل إليه، لكن الآن أصبحت المناصب هي وصولا إلى المكاسب الدنيوية وتكثير الثروات، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا أرجى الناس إلى التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأنه الضابط في الأعمال
والضابط في الوظائف هو مراعاة الله سبحانه وتعالى. سيبك بقى من أي حاجة تانية تتقال. ولا يمنع الإنسان أن يهدى إليه، ولا يمنع الإنسان أن يأخذ عطية ما لم يكن هذه العطية والهدية كما قلنا في المرة الماضية سلما للوصول لغرض تحت يديه. حضرتك لو في منصب ما فيش منك ما تعملش حاجة، بين قوسين ما أنتش مالكش حل وعقد في مسألة من المسائل، وجات لك هدية لا بأس بذلك. انما في ايدك تاخد وتطلع 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 تراخيص وتصاريح وياتيك انسان يهاديك هنا واشكال، بمعنى الهديه دي ليست كلها. متى ياخذها الانسان؟ ياخذها عندما يخرج من الوظيفه، عندما لا يكون له يدا في هذا الامر الى غير ذلك من هذه الامور. الحديث الثاني الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى: من كانت له عند اخيه او من كانت له عنده مظلمه من اخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. لا بد أن نلتفت لكلمة عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا من كانت له مظلمة عند أخيه لعرض أو عنده مظلمة لأخيه من عرضه. ولماذا قدم عرض ثم قدم كلمة شيء؟ وهذا من باب ذكر الخاص قبل العام. يعني شيء أصلا ممكن يدخل فيه كل شيء، صح ولا لا؟ هذا يقول أهل العلم من باب ذكر الخاص قبل العام، وهذا يكون للتنبيه ولكثرته. فعلا أكثر مظالم الناس في أعراض الناس، يعني الذي يأخذ مالا، الذي يأخذ ثروة، يأخذ عقارا، هذا نسميه قلة. إنما الذي يسلب من أعراض الناس كل يوم موجود، بين غيبة، بين نميمة، بين بهتان، بين كذب، بين ادعاء، بين إشاعة، بين تشويه، بين تشهير، لغير ذلك. فهذا كله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخاص لأنه مناط ما يقع فيه جل الناس، وهو قد لا ينفك منه أحد إلا من رحم الله وهم قليل. لذلك فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هذا نموذج بسيط لإنسان قل أن يوجد في زمن، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث أقر عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا، عندما قال له: هذه التي سبقتنا بها، لا نستطيع أن نصل إليها، أنت ما فيش عندك مظلمة ولا عندك شيء، وتنام عند الليل وليس في صدرك شيء لأحد، هذه صعبة ليست سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخاص لأنه أو العرض لأنه مما يقع فيه كثير من الناس. ولتخويف الناس لعدم الاستهانة بالأمر. بعض الإخوة يرى للكلام في إخوانه أو في الناس هذا أمر مما تعارفت عليه الدنيا، بين قوسين لا يعد ذنبا. يمكن هو يقول لك أنا ما بذنبش، ولما يحصل له بلوى ولا مشكلة يقول لك أنا مش عارف ربنا ابتلاني، ده أنا طول عمري ماشي على الصراط المستقيم، ده أنا على طول بعمل، أنا ما بعملش سيئات. وهو شغال ليل ونهار في خلق الله يمين ويسار. هذه كارثة الكوارث. لا بد أن يلتفت إليه، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها لكثرتها. هذه أول حاجة، وللترغيب وتبيينها وأنها ليست أمرا هينا. والعرض هو موطن المدح والذم في الإنسان، هذا كما يسموه أهل العلم، يسمونه موطن المدح والذم. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحلل، كيف يتحلل الإنسان من المظلمة الأخير؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم كثيرا. يعني انا دلوقتي عملت مشكله، قلت في حضرتك كده كلام ما ينفعش يتقال. كيف يتحلل الانسان منه قبل ان ياتي يوم القيامه يكون دينارا او درهما؟ العلماء اختلفوا في هذا. اولهم من قال انه يكون لا بد ان يكون بالابراء، يبرئ نفسه امامه. واختلفوا في الاجمال والتفصيل. منهم من قال يقول له اجمالا ولا يذكر له تفصيل، يقول له ايه يا تامر سامحني بس، عم على ايه سامحني وخلاص كده، فاهمني؟ خلصت بقى. يقول له لا والله ما انا مش مسامحك الا لما تقول لي خلاص بقى، ضيق عليا الان انت فاهمني. فهذا ايضا يسميه من الايه، يسميه لابد من يعني العفو او الابراء. هذه اول شيء، العفو أو الإبراء، أن يبريه أخي أو أن يعفو عنه. الإبراء يكون في المال، والعفو يكون في المعنوي. ماشي؟ فمثلا أخطأت فيك أو أخذت منك شيء، لابد أن أرده لك، هذا هو التحلل منه. أخذت منك شيء غصبا أو أخذته من حقك أو شيء من هذا القبيل،
لابد أن أتحلل بإبراء ذمتي من إعادته لك. طيب الغيبة والنميمة والأمور المعنوية، هو زي ما قلت لك، الأمر الأول أن يذهب إليه وأن يقول له يعني سامحني، يعني ولا تشقق علي، ولا يعني ولا تضيق علي إلى غير ذلك. هذا إذا عرف منه أنه يستطيع أن يقبل منه ذلك. من العلماء قال: إذا عرف منه أنه إذا قال له ذلك يترتب عليه تفريط وتشتيت أكثر، يكثر من ذكره الخير له في نفس المجالس التي ذكره فيها، فيكون من باب رد الإساءة بالإحسان في نفس المجالس. تفهموا هذا؟ يعني أنا جاي في نفس المجلس ده واتكلمت على فلان، أجي في نفس المجلس ده وأغير الكلام. لا مانع أن أقول والله ذكرته بكذا وكذا، وأنا كنت فيه جائرا أو ظالما، وهو كذا وكذا وكذا، وما علمت فيه كذا، وأخذت منه إلى آخره من هذا الأمر. ليعد مسار ما تكلم فيه، أو أن يستغفر له وأن يدعو له بظاهر الغيب والدعاء إذا كان يخاف أن يصل إليه شيء مما قاله ويتلقف عليه بعدا أو شفاقا. أنا فكرة عملتها مرة، حصلت إن أنا كتبت، مش تكلمت، سمعت أخت يعني تكلم عنها، ولا فكت لم أرد غيبتها. فسبحان الله جيت قلت لها سامحيني، قالت لي على إيه؟ فحكيت لها الموضوع، زعلت مني زعل سنة كاملة. والله انا يعني هي دقت عليا يعني انجاز التعبير، انا اخطات ان انا قلت، لكن زعلت اكتر ان هي لم تسامحني. بين قوسين ايه، اعتبرتني انا بقى ازاي وتسمع عني كده وما تقولش، يعني اخطات يا ست الناس، حقك على الموضوع. يعني احيانا يكون العتاب اكبر من الذنب، او اكبر من الفعل، فهذا مما لا بد ان يراعيه الانسان، لكن لا بد ان يتحلى، لان في الاخره المقاييس مختلفه تماما. شوف الكلمه دي، شوف بقى دي الدينار والدرهم بتاع يوم القيامه هيبقى عامل ازاي، هذه كارثه. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط التوبه كما تعلمون عندنا فيها شروط: النيه والندم والاقلاع والعزم طبعا. ومن شروطها اذا كانت تتعلق بالعباد رد المظالم الى اهلها. التوبة إذا كانت متعلقة جزء منها بالله ففيها 3 شروط الأولى: النية والندم والعزم على عدم مع الإقلاع. وإذا كان فيها جزء يتعلق بالعباد ينبغي أن ترد فيه المظالم إلى العباد، وإلا يأتي يوم القيامة على قنطرة رد المظالم. إحنا قلنا بقى التحلل بالطريقة اللي إحنا ذكرناها، لكن لو أخذ منه فلوس مثلا أرباها لنفسه لابد أن يرد له الأصل والربح. إذا أخذ منه مالا في إذا أخذ منه شيئا لابد أن يرد بأصله وربحه. ما يجيش يقول له أنا كنت أخذت منك زمان كذا وأديهم، لأنه ماله في الأصل، أو يقومه إن كان له مشاطرة في المال حتى يرد المظلمة كاملة إليه. ده كتير من الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو بينه وبين بعض الناس صفقات تم فيها التلاعب، وتم فيها أخذ مال بغير حق، وتم فيها التصور على حقوق الآخرين. لا يجوز التوبة هنا إلا برد المظالم إلى أهلها. هذا مهم جدا جدا جدا، لأن كما قلنا أصعب قنطرة من قناطر الصراط كما تعلمون، قناطر الصراط محطات، فيبدأ الله عز وجل بالإسلام والعقيدة، فإن مر صاحبها دخل على الصلاة، فإن مر دخل على الزكاة، على الصوم، على حتى يأتي آخر قنطرة من يعني قنطرات الصلاة، فهي قنطرة رد المرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: وهي أصعبها، يأتي الإنسان فيها بكثير من الحسنات فيخرج منها بلا شيء. أتدرون ما المفلس بقى؟ هذا الحديث الذي سيأتي عندنا. هذا هو فعلا، تأتي تتعديت عندك كثير الصلاة، ما أنت عديت عبادة وصلاة وصوم وكل شيء. تيجي عند دي بقى، تعالى يا ريس تلاقي واقفين لك طابور، قل له يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، لذا فنيت حسناته طرحت من سيئاتهم علي، ثم كب بها في النار. وثم ذكر الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن يلتفت الإنسان إلى هذا الأمر، ويعلم أن الله عز وجل منصف عادل، لا يترك حق إنسان يوم القيامة إلا بعفو أو بمظلمة أو بأخذ يعني من حسناته، أو أن يعفو صاحبه عنه إلى غير ذلك. حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعلى فكرة في رواية عند الإمام أحمد بلفظ الناس: المسلم من سلم الناس، وهي مهمة جدا للواقع الغربي والأوروبي.
لا يقول هذا الحديث حصرا على أهل الإسلام فقط، المسلم من سلم المسلمون، يعني غير المسلمين يفهم منه هذا كده، غير المسلمين لا، عاد اشتغل فيهم بلسانك وإيدك. فجاءت رواية أخرى ذكر كلمة المسلمين بإيه؟ بلفظ الإيه؟ الناس، فدخل فيه المسلم وغير الإيه؟ المسلم على تعميم كلمة الناس. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لأخوة الإسلام، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده لأخوة الإسلام. فهمت الدنيا هذا المشهد؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اللسان على اليد، لأنه كما قلنا أكثر وقوع الناس في بعضها البعض باللسان وأقلها باليد. يعني تلاقي اللي بيمد ايده دول قليل قوي، ويكون جريء ويكون انسان يعني في توبه وعضاء، يعني بين قوسين معروف بانه انسان مؤذي بسلاحه او بعدته او بيده، لكن اللسان يصلح له كل، الفقير والغني، الضعيف والقوي، الذي معه والذي ليس معه، كل ده بتاع كله. لذلك قدم، لانه مما يقع فيه كثير من الناس، ولانه يفعله القادر وغير القادر. ومعنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يكتمل إسلام الإنسان إلا إذا حقق هذا الشرط. حضرتك كده ما تقولش على نفسك مسلم إلا إذا حققت هذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل المؤمن، دليل على أنها أول مراتب الإسلام، وأن الذي لا يفعلها ربما يخرج من ربقة الإسلام أو يخرج من إكمال إسلامه. طبعا لا يترتب عليه نفي الإسلام بالكلية عن الكفر، ولكن يترتب عليه عدم اكتمال إسلامه. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أصبح شرطا، حتى أقول أنا مسلم. انظر بقى، أنت سلم منك الناس وسلم منك المسلمون من لسانك ويدك، ولا لم يسلموا؟ إن كانوا لم يسلموا فأنت لم يكتملوا إسلامك، لا أتكلم عن الإيمان، الإيمان درجة أعلى، ماشي، درجة الإيمان أعلى، درجة الإحسان أعلى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي دوائر، دائرة الإسلام هي الدائرة الكبيرة، دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان. فالإنسان في الإسلام أول عامل من عوامله هو السلم، والسلم ألا يمد بلسانه إلى أحد فيقع في عرضه، أو إلى يد فيقع في بدنه بتجريح أو بضرب أو غير ذلك. ثم ذكر والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، وهذا دليل على أن لفظ المهاجر لفظ أعم من الهجرة المكانية، وهي هجرة مواطن الذنب إلى مواطن الطاعة. والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، كما قال الحديث الأخير الذي ذكره. كان أحد الرجال على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. الثقل يا جماعة هو الأمتعة التي تحمل على الدواب. يعني كان هذا الولد أو الشاب كرقرة هذا كما سمته الرواية، هو المنوط به خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في حمل المتاع له على الدابة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرسها عندما تنزل من الدابة. النبي بيحمل أي شيء من الثياب، من الذخيرة، قصدي من السلاح، من العتاد، من هودج إلى غير ذلك من الأمور، هذا مكلف بحراسته ووضعه وحطه إلى غير ذلك. مات، وهذه له روايات متعددة. مات في رواية ضرب بسهم فدخل فيه فقالوا الله أكبر، في رواية هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المغانم، أو لم تصبها القسمة، فتشتعل عليه نار. يعني ايه بقى الشملة؟ العباية، عارفين العبايات، او يعني التلفية عن جهاز التعبير، اي شيء هذه اخذها من الغنيمة دون ان تدخل في القسم، ماشي، فغل كما جاء في هذه الرواية، فوجدوا عباءة قد غلها، يعني اخذها دون ان تدخل في القسمة، دون ان تكون من نصيبه او يقسمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سببها والعياذ بالله يدخله فيها، وفي رواية يدخل بها النار 70 سنة. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الحديث هو صعب شوية لكن فيه فوائد. أول شيء أنه لا يشفع العمل الصالح مهما كان كثرته، ماشي، لا يشفع في أخذ مال العام
لجميع المسلمين. يعني خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تشفع له أن يكون من أهل الجنة. فهموا هذا المعنى؟ يعني يخدم النبي دي بالنسبة لنا يعني منتهى الآمال، يا ليتنا نخدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يخدمه الإنسان ويبقى معه. فهذا العمل الكبير جدا لم يشفع له أن يكون شفيعا له من هذا الأمر. معناه أن الأخذ من مال المسلمين أو من الأموال العامة أو أن يغل الإنسان مما ليس له لا يستطيع أن يوازيه أو أن يدافع عنه عمل، حتى وإن كان هذا العمل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يغتر الإنسان بالأعمال الصالحة إذا كان والعياذ بالله ممن يأخذون مالا ليس لهم فيه. بعض الإخوة مثلا يشتغل في الجمارك، أو يشتغل في المعابر، أو يشتغل في مناطق الحساسة اللي أنتوا عارفينها دي. طبعا عدي إبرز يعني أبدي تجدني كما تقول باللغة المصرية، ادفع تعدي، ما تدفعش اخضع للروتين ده. ثم تجد هذا الرجل يذهب للحج ويذهب للعمرة ويذهب مش عارف يصلي التراويح في المسجد الفلاني ويذهب. يا فرحتي، يعني أنت فاكر نفسك هذه الأعمال تشفع هذا؟ لا تشفع له، لأن العمل الصالح الذي تقوم به من كفرائض هو لك، أما الأخذ من أموال المسلمين فهذا ضرره أعم. تفهموا هذا المعنى ولا مش مفهوم؟ مهمة جدا نلتفت لها. عندنا ناس عندها انفصام في الشخصية فيها. يقول لك أنا بعمل سيئات كتير طول السنة فأطلع أعمل حجة ولا أعمل عمرة أغسل ذنوب. صح ولا لا؟ هذا ولا يعني مع احترامي الكامل، لا نتكلم عن هل تأخذ يعني ثواب هذا العمل ولا لا، لكن نتكلم أن هذا لا يشفع لذلك، وهذا لا يغفر ذلك. المال العام مال العام. وحديث رجعك يوم ولدته إلا في هذا. وقد لا يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، لأنه لم يتم حجه كما ينبغي. لم يخلص ذمته مما هو معلق به، فيذهب ويرجع دون أن ينال شرف هذه النهاية. يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأنه لم يقدم أن يتطهر من ماله ويتطهر من. فهذه كثير من الناس يقع فيها. أنا شفت الرشاوي هذه في بلدنا مثلا بشكل يعني أصبحت، أنا آسف، حتى ما فيهاش خفية. تعرف ما فيهاش، زمان الرشوة كانت بتدفع كده إيه بشكل الخفاء. إنما عندنا مثلا ضباط المرور مثلا والجماعة اللي بيشتغلوا في المدينة عادي جدا، بياخد يعني في عربية تجيب له أفطار، وفي عربية تجيب له الشاي، وفي عربية تدفع له الفلوس ده، وإلا كله هياخد مخالفات. فالعسكري بيلم مثلا ممكن في المرور او الضابط ده ممكن يلم راتب قد الراتب اللي بياخده على مدار الشهر 3 4 مرات. وكان في زمان كان الامر ده يتم كده ايه خلسه تانيه. لا دلوقتي ايه، لو ما دفعش يوقفه وياخد منه الفلوس الجزء بتاعه، ويسمع حتى الدعوات عليه من الناس ويسمع كلام من، ولا في شيء، ما فيش مشكله. وهكذا قص على ذلك في كل منصب من المناصب الذي يوضع الانسان له، في تراخيص المباني كارثة من كوارثنا. عشان يطلع لك ترخيص انك تبني بيت لازم تدفع فوق الترابيزة وتحت الترابيزة، انجاز التعبير. لو لم تفعل هذا كيف بقى يأتي يوم القيامة مثلا يقول لك انا، او قصدي يأتي يوم من الايام يقول لك انا بصلي، انا بستغفر، انا بطلع صدقات كتير. انا لا يا حبيبي، هذا لا يختلف عن هذا. وانظر الى فهذا الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نال شرف ان يكون خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ثقل، وله مش والخادم معناه قريب قريب المجالسة لرسول الله. يعني اذا بعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيكون ايه ملاصق له، لانه شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يشفع له هذا العمل الصالح او بين قوسين مصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان تحول بينه وبين النار، لان الجريمه التي ارتكبها تخص المال العام، والمصاحبه هي تخصه هو، والمال العام والجماعيه مقدمه على الايه على الفرديه كما تعلمون. هو نعم، هو كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، بالنسبة لمن يتحجج انه ما في طريقة ثانية في بلادنا، قصة الرشاوى مثلا، كيف يتحجج؟ انه مثلا يقول انه المرتب مش هيمشي، مش هعرف اكل عيش. طيب صلى على رسول الله، لان يعني ده امر مهم. هذا عامل زي العمل بالاسود كده هنا برضه، ماشي؟ ما هو بيدخل في هذا الاطار. بعض الناس يرون انه لو ما اشتغلش بالاسود او لما تعملش هكذا مش هيقدر يعيش، مش هيقدر، وهذا كلام كذب. العقد شريعه المتعاقدين. ما حملك على ان تدخل الوظيفه هذه وانت تعلم ان راتبها ضعيف؟ ابحث عن غيرها اقوى منها، او حسن دخلك بامر مباح بجوارها.
لكن ما دمت قبلت الشرط في قبول هذه الوظيفة قبلته على علته، فهمني؟ هو يعمل ايه؟ ياخد الوظيفة ولا يرضى بها ولا بشروطها، ماشي؟ طب انت ما دام قبلتها يبقى انت قبلت كل ما تحمله من شروط ومن جزاءات ومن مصطلحات. طيب انا لا امنعك ان تنمي دخلك بامر اخر في وقت اخر، تايلت سايت او كما تسمونه، يعني عنده وقت ممكن يشتغل في عمل اخر، تفهمون هذا؟ لكن انت ما عندكش، ما تقولش تعال تتعلل بان الدنيا ماشيه هكذا وان الراتب ضعيف، من حملك؟ من انت اللي رحت على هذا؟ وانت الذي قبلت به؟ فلا ينبغي ابدا ان يكون هذا سلما للوصول الى الحق. مداخل مهمه جدا يقع فيها كثير من الناس، دي لابد ان نلتفت اليها. وثم الاصل في الصالحين انهم قله في وسط الطالحين، فليس هذا علامه على حسن المسير، بل على فكره على انك تسير خطأ، بل هذا علامه على انك تسير سيرا صحيحا، لان اصلا معروف ان القله هم الذين يقومون بالعمل الصالح والاكثريه على غير ذلك. فما تتعللش بان هذه تسير عليه الدنيا، بالعكس هذا اصل موجود. العكس بقى لو حصل ده يبقى طفره في المجتمع، يعني يبقى وصلنا لمرحله الخلاف. في نقطة مهمة جدا في مسألة الاضطرارية. إذا دفع الإنسان مالا للاضطرار لوقوع أذى عليه، فالإثم يقع على الآخذ وليس على المعطي. بمعنى مثلا لو أنا مش هبني بيتي إلا بهذه الطريقة، مش هاخد بيت إلا مثلا، وأنا هذه خلاص لا أستطيع أن، ولا بد أن أبني البيت، عندي قطعة أرض لن أستطيع أن أحصل على التراخيص لها. أكثر أهل العلم قالوا أن الرشو هنا لا يكون يعني لا يتحقق في العاطي لفظ الرشوة، لأنه مضطر إلى دفعها. طبعا أنت مثلا بتعدي لازم تدفع عشان تمر، إن لم تدفع سيترتب عليه ممكن تفريغ حمولتك وربما إفسادها وربما إتعابك وإلى غير ذلك من هذا. الذي يأخذ هنا هو الذي يتحمل الذنب كاملا. طب ما دوري أنا؟ دوري أنا أضيق الأمر قدر المستطاع، يعني ممكن انا اسف يعني اديها له وانا بعبس في وجهي، مش فرحان وبقول له يلا ربنا يكرمك وادعي له. طب ما انت كده بتساعده بالدعاء على هذا، قول له خدها وانا مش مسامحك. والله حر ونار في جدته بالسم، بالسم الهادي مش عارف ايه غير ذلك من هذا. طبعا هو قد لا يستطيع ان يصل لهذا، لكن افترضنا جدلا على الاقل يا شيخ تشعره انه اخذ منك شيئا انت لا تحب ان تعطيه. انما انا وجدت بعض الناس بالعكس هو الذي يهرول له، يعني ايه بيتحايل عليه يقبلها، تفهموا هذا المعنى؟ هو اوصله الى ان يستشعر انه بين قوسين خذها حبا وكرامه وخذها، هو بيلعنه يعني بيلعنه بقلبه انجاز التعبير، لانه في الاخر اخذ مالا من غير حقه وكان اولى به ان يستفيد منه. الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة الله سمعته يقول هذا، يقول إذا اضطر الإنسان إلى دفع المال لإجراء أمر لا يستطيع أن يصل إليه إلا بهذا الدفع، فإن الذنب كاملا يقع على الإيه؟ على المرتشي، لأنك ما عندكش فلوس. طب إمتى بقى ما ينفعش؟ لما يكون عندك إيه؟ الأمر، إلا في حالة واحدة. إلا هي وهي بقى، إذا كان هذا الأمر المعروض من المرتشي ماشي أو من الراشد إنجاز التعبير معروضا يتنافس فيه عدة أفراد، زي الوظائف يا جماعة، الوظائف لا تدخل في دائرة الاضطرار. بعد لو أنا عندي وظيفة محاسب في بنك، حلو الكلام، محاسب في بنك إذا سيتقدم له 10 15 20 100، حلو الكلام. الاصل في هذا ان المفروض الاختيار من يخضع للشروط والكفاءه والتقدير والى غير ذلك، فيهرول احدهم بدفع المال لنيل المنصب واخذ الوظيفه، هذا حرام ويتحمل ذنبه الايه؟ الراشي والمرتشي سواء، لان هنا تاخذ حق غيرك وليس حقك انت. فهمت هذا المعنى؟
أنا أتكلم في موضوع الاضطرار في أخذ حقك أنت، أما في الأمور التي يأخذ فيها الإنسان حق غيره لا ينبغي أن يقول. لذلك يأتيني دايما الأسئلة، عاوز أتوظف في البترول عندنا في مصر، أتوظف في مش عارف إيه، و20 داخلين، لو دفعت 25 على الترابيزة هاخد الوظيفة. أقول له لا، لا يجوز يا شيخ، الدنيا كلها ماشية، اسأل غيري ربما يفتيه غيره، لأن هنا أنا أغير معالم الوظيفة وأقر الرشوة. فهمت؟ هكذا خلاص مالكش نصيب، إما يمشي بدوني أو لا يمشي، لأنك الآن لا تأخذ حقك أنت. بواسطات نفس الإشي. أنت تأخذ حق غيرك. الدفع الرشوة تكون أو دفع المال يكون فقط في نيل حقي أنا. في الوصول إلى ما إيه؟ إلى حقي أنا. أنتم معي؟ وهذا مهم جدا للوصول إليه. طبعا تنفيذه على أرض الواقع يحتاج إلى إيمانيات وإلى ورع وإلى التزام، وإلى يعني أن يلزم الإنسان نفسه، وأن يفهم الإنسان دائما أن ما عند الله خير وإيه؟ خير وأكل. لأن فعلا الموضوع صعب. وصعب جدا ان واحد يلتزم بالكلام اللي انا بقوله ده. يعني ممكن يجي يقول لك ده وظيفه في النيابه مثلا، وظيفه في الجيش، وظيفه في السوق، هذه من الوظائف الكبيره عندنا في مصر. ولو ما دفعتش يا شيخ، واحيانا تسمع بمبالغ مهوله 100,000 و200,000 ويدفعوها، واللي يدفع ياخد الوظيفه فعلا. فيرون ان الدنيا ماشيه كده وحياتك كلها ماشيه، ولو ما عملتش كده هتروح منك الوظيفه. هذا لا يجوز، هذا تاخذ فيه حق ايه؟ حق غيرك. طب امتى بقى، امتى ايه امتى تدفعه؟ اذا متاكد ان ده حقي انا ولن اصل اليه الا بهذه الطريقه، لان خلاص اجبرت على ما عنديش تعامل الا مع هذا الرجل، وهذا الرجل هو اللي بيفيده كل شيء. خلاص يبقى انا هنا في هذه الحاله ادفعه وانا من جوايا منكر لهذا الامر. وايضا ان استطعت ان انكر عليه بوجهي وبلساني لا افعل ولا حرج. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ من اسلوب للأسف الشديد من الأمور التي تؤدي إلى انتشار المنكر الرضا به في المجتمع. تفهموا هذا المعنى؟ إحنا راضيين بالدنيا، مفيش مشكلة. بالعكس الآن التلفزيون والإعلام يصور لك في المسلسلات والممثلين و إن الإنسان اللي بيلعب بالبيضة والحجر ده، أو الحرامي ده، أو النصاب ده، أو ده هو ده البطل، وإن ده أمر عادي، وإن دي الدنيا ماشية بهذه الصورة. فبيعمل لك عملية إقناع لرأسك بأن هذا مما تعرف عليه الإنسان قبول المنكر فيه والرضا به. حلو الكلام؟ ولذلك خلي بالكم من الدراما جدا، العمل الدرامي يلعب بقوة على تغيير الثوابت المجتمعية. سيبكم من الدين الآن، لا أتكلم عن الناحية الدينية، أتكلم عن الثوابت المجتمعية. يعني مثلا أنا آسف، يكون الرجل بيتاجر في المخدرات ومطلعينه بطل، أنت ممكن تتعاطف معاه أصلا. زاني او شغاله في الزنا وعادي جدا تتعاطف مع البطل، يعني بين قوسين يوصل لك النص الدرامي الى هذا الحال، فيغير عندك الثوابت المجتمعيه. تفهمني؟ يغيرها تماما. يعني الحاجه المفروض غلط، المفروض دي طريقها يكون طريق منيل واسود، والمفروض ان ده في النهايه تنتهي بها خاتمه سوداء، يطلع لك هي يعني مظلومه، او يطلعها لك انت مجني عليها، او ان المجتمع اجحف بها الى غير ذلك من هذه الامور، ثم تدخل في خضم قبول هذا الامر في واقعك. لذلك الصورة كبيرة جدا جدا من تغيير المنكر في المجتمعات الإعلام. ما تشوفوش كثير الحاجات دي. الحل والله فعلا أنا رأيي إن لابد أن احنا نقطع مسألة رؤية المسلسلات والأفلام غير الهادفة. ولأن هذه والله أورثت، احنا عندنا فجوات بين جيلين. يعني أنا أظن إخواني من مصر مثلا يشوفوا كل الوالد والوالدة ويشوفوا كلنا احنا. تجد فجوة رهيبة جدا في الأخلاق وفي المبادئ وفي الثوابت، فجوة يعني فجوة ملحوظة إنجاز التعبير بين الشباب اليوم أو المولودين اليوم وبين الآباء أو الأجداد. لأن يعني عندهم حاجات كده بين قوسين، في حاجة اسمها عيب، في حاجة اسمها غلط، حاجة ما يصحش، آداب. هذه كلها الآن أصبح أنت لو فعلتها أنت درويش عم الشيخ، ولا أنت جاي منين، ولا انت عايش في زمن الفراعنه، ويقعد يتمالف عليك بالناس السخريه والاستهزاء، صح ولا لا؟ وهذا كله سببه اننا قبلنا او رضينا بالمنكر وتعرفنا عليه وقبلناه وشربناه، ما فيش اي مشكله. هذه خطيره جدا. الله يسلمنا واياكم. اكمل يا دكتور باشمهندس. معنا ابي بكره
نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلل الشاهد الغائب، ولعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: عميرة ولا عمير؟ عدي بن عميرة. عندي مشكلة عميرة. أكمله، ربما يكون فيها الضبطين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان قلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. يعني حديث حجة الوداع هذا حديث طويل وسيمر علينا في أكثر من مرة، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الـ يعني الأوامر والنواهي والتوجيهات التي ما زلنا حتى الآن في أمس الحاجة إلى إعادتها مرة تانية. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق، يعني السنة والشهور والأسابيع بتلف وترجع كما كان أو كما بدأها الله عز وجل. استدار يعني يعود ويرجع كما بدأه الله سبحانه وتعالى أو كما خلقه الله سبحانه وتعالى. الأشهر الحرم هي سميت بهذا لأنه كما تعلمون يحرم فيها ابتداء الكتاب. هي 4 شهور، 3 وراء بعض كما تعلمون: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي يكون بين شعبان وجمادى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مضر هنا قبيلة، قبيلة مضر، ونسب إليها رجب لأنها كانت أكثر القبائل التزاما بحرمة هذا الشخص. فهمت هذا المعنى؟ يعني كأن كان يقول بقى إيه كنافة النابلسية دي خلاص. تذكر إن كنافة في أي حتة تطلع لك التركية المصرية أو ما تقول النابلسية مشهورة تمييزا، أيوة. إنها معروفة إنها من أميز، أنا بحب الكنافة يعني. أيوه هكذا. فكلما جاء بالبلدي، لما جاء الأكل وقف الكلام.
وتحركت العيون والبطون. هناك واحد يأكل بجارحة، وهناك واحد يأكل بشارحتين، وهناك واحد يأكل بثلاث جوارح. تعرفين هذه القصة؟ اللي يأكل بجارحة يأكل بجارحة الفم، وهناك من يأكل بجارحتين فيأكل بالفم واليد، وهناك من يأكل بثلاثة فيأكل بالفم واليد والعين. الله يبارك فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأشهر الحرم التي يحرم فيها ابتداء الايه؟ القتال، وهي أعظم من مسألة القتال. معناه الحرم يا جماعة يعني أن تقع في نفسك موطنا لا تكون فيه مبتدأ بأسى، أيا كان الأسى، حتى لو كان آخره القتال. يعني لا عراك، لا خصومة، لا غيبة، لا نميمة، كأنها حرام في هذا المعنى. لكن هي مشهورة طبعا بحرمة القتال على أكثر ما ذكر، لأنه كان العرب أو كان يعني قبل الإسلام يحرمون فيها القتال، ولكنهم كانوا يتلاعبون بها، يتلاعبون بها. إذا جاء قتال ولا شيء يأخروها، يقول لك طب بدل ما نخليه رجب خليه شعبان ونحارب عشان نخلص الموضوع، ذو القعدة والمحرم حولوه، وهكذا. فكانوا يحولون الأشهر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الأمر إلى نصاب، أن هذا حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن يبدأ فيه القتال وأن يأمن فيه الناس. والشاهد في الثلاث شهور حتى يأمن الناس في الذهاب إلى دور العبادات، تأمين الطرق، الطريق إلى مكة، من أن يصل إليه يد غدر أو إنسان فلا يأمن على عبادته. وهذا إذا كان في الحج فهو في كل دور العبادة أولى، يحرم على كل إنسان أن يناله أسى في طريقه إلى دار عبادة أو وهو في دار عبادة. هذا هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، حتى يسمع الإنسان الذي يذهب إلى الحج ذهابا وإيابا لا يأمن على نفسه من القضايا التي تعتدي عليه. أنت رايح الكعبة الآن وعندك مشكلة بينك وبين خزاعة، ولا بينك وبين كنانة، ولا بينك وبين مضر، وعندك إشكالية، معناه أنك لا تحج أبدا، فيوقف القتال في هذا، فتمر مرور السالم حتى بينك وبينه مشاكل. تأمن على نفسك ذهابا فتطلع من ذو القعدة، تدخل في ذو القعدة عليهم فلا يقربنك القتال، وتخرج بعد الحج في المحرم فلا يقربنك ايه قتال. فجمع الثلاث اشهر لتامين الحجيج ذهابا وايه وايابا. فهمت الفكره؟ ثم افرد برجب حتى يكون هناك ايضا في وسط، الا يكون الحرب متواليه ولا القتال على اشده، ربما يكون الهدنه التي جاءت في الوسط من باب ان يستجمع الناس القوه، او ان يراجع الناس فيه ما كانوا فيه من انفسهم في مساله استكمال القتال من عدم استكمال القتال. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الأعراض وحرمة الدماء وحرمة الأموال، وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالإنسان. الإنسان يعيش بين ثلاثة حرمات: حرمة عرضه، وحرمة دمه، وحرمة ماله، والثلاثة يعيش بها الإنسان لنفسه. طبعا حرمة الدين يدخل في حرمة الدماء وحرمة الإسلام وحرمة العقل، لكن هذه الثلاثة التي تشغل بال الإنسان: لا ينبغي أن تقتلني، لا ينبغي أن تسلب مالي، ولا ينبغي أن تقع في عرضي. هذه أمور مهمة جدا، ولذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بها من حجة الوداع. يعني الفائدة المهمة في الحديث من وجهة نظري هي آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائبة، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعها. هذه مهمة جدا. أول شيء لا بد أن يبلغ الإنسان ما عنده من العلم حتى وإن لم يكن يفهمه. حلو الكلام؟ لو كان فهمه فيه فهما محدودا. التبليغ قضية والفهم قضية أخرى. ماشي؟ ما يجيش واحد يقول لك طب أنا يا شيخ أنا حافظ القرآن، بس أنا أحفظ الناس القرآن، ده مش فاهم فيه، بس حفظه بالسليقة مثلا، أو كثير من معانيه لا أفهمه. بلغه كما هو، كما أخذته إيه؟ تدفعه لغيره. ليه؟ لأن قضية الفهم هذه قضية إحنا هنتكلم فيها في الحديث. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تكلم على انك لازم أن تبلغ العلم. حلو الكلام؟ وتبلغ ما عندك من الخير. طب انا مش فاهمه كله، او ما عنديش بيه علم قوي، او ثقافتي فيه ثقافه محدوده، مش مهم. احنا عاوزين اللي يجي بعد بقى، الذي اعطي من المفاتيح ومن الالباب ومن رجاحه العقل ومن المفاهيم وربما من جمله العلوم، ان يسمع وان ياخذ هذا فيتسع فيه ويخرج منه من الكنوز والفوائد.
ولذلك لو كان الناس يبلغون فقط ما يفهمون لم يصل إلينا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير من الناس حفظوا يحفظون وإيه؟ وينقلون العلم نقلا للناس، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الألباب والأفهام فيبدأون يعملون عقولهم. فمنهم من يشرح الحديث في سطر، ومنهم من يشرح الحديث في صفصف، ومنهم من يشرح الحديث في كراسة، ومنهم من يجعل الحديث محور كتاب بأكمله. فهمتوا؟ كيف هذا؟ لأن الله عز وجل خص الفهوم باختلافات، وهناك حديث تدل على ذلك. بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سابع. وفي رواية رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلا من هو إيه؟ أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي يا إخوان الكرام أن نبلغ، لأن عملية التبليغ هي في حد ذاتها مهمة، ونترك مسألة الفهم والاستنباط والفقهيات وما يؤخذ من هذا، كل على حسب ما يعطيه الله عز وجل من المفاهيم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلم له أكثر من طريق في تناوله، خاصة النصوص الكتاب والسنة. فتبليغ العلم لا يتوقف على تخصص بعينه. يعني مثلا أنا ممكن أبلغك حديث يأخذه التربوي بطريق، ويأخذه الفقيه بطريق، ويأخذه اللغوي بطريق، ويأخذه الاجتماعي بطريق، ويأخذه الفلسفي بطريق، وربما يأخذه أصحاب العلوم الكونية مثلا الأطباء والصيادلة لو كان في ذلك بغية بالطريق. فكل يأخذ من الحديث أو من العلم بقدر ما يصلح فيه تخصصه أو يفهم فيه تعبيره، وهذا من الخير، لأنه العلم شامل. فعلا في بعض الأحاديث تجد فيه ممكن بتاع الفلسفة يتكلم فيه، بتاع الاجتماع يتكلم فيه، بتاع التربية يتكلم فيه، بتاع الفقه يتكلم فيه، ويجي الأصول يتكلم فيه، والعقائد يتكلم فيه. سبحان الله العظيم، كيف جمع هذا كل لا يجد فيه بغيته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اختصرنا في تقديم العلم على فننا أو تخصصنا لا أحجمنا عن تخصصات ومفاهيم أخرى ربما يصل إليها الإنسان من خلال هذا العلم، أو من خلال هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني لا وإياكم ممن يبلغون العلم إن شاء الله تعالى. لم يرد فيها نص، لكن لها تحريم في عدم وقوع الزم، ماشي، إلا طبعا في الأحاديث التي جاءت في أيام معينة، مثلا العشر الأول من ذي الحجة، حتى في محرم أيضا حديث من اقتطع حق امرئ. طبعا هذا نفس الكلام، الاقتطاع دائما يكون بقوة، اقتطاع حق امرئ لا بد أن يكون معه قوة، قوة مادية، قوة عددية، قوة سلطان، قوة مال، لأنه لا يستطيع أن يأخذ هذا إلا إذا كان قويا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ولو كان عودا من أراك، يعني سواك، لو خدت حاجة من إنسان بغير حق اقتطاع فهو إيه؟ فهو أو أخذته بحلف. طبعا والله هذا ملكي، هنا اقتطاع أيضا، بس مش اقتطاع بقوة، اقتطاع بالإيه؟ باليمين. فهمتوني؟ بعض الناس أستاذ في موضوع الحلف، وانت احلف احلف يا عم، لما يقول لك قالوا للحرام احلف قالوا جالك الفرج، يعني خلاص بالنسبه لك انت فرجت، يعني بالنسبه له الحلف ما فيش مشكله. حديث علي بن عميره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا او كتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه الى اخره. هذا الحديث مهم جدا. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالموعظه تكرارا ومرارا. ليه؟ هذا الحديث لم يذكره النبي مرة واحدة، ذكره متعددا. حلو الكلام، حتى يدل في الحديث أنه ذكره في الأول وذكره في نهاية الحديث. وأنا أقول الآن أو أقوله الآن من استعملناه، يعيد الحديث مرة ثانية. ما فوائد تكرار الحديث؟ أحيانا بعض الناس يقول لك الشيخ أحمد إيه بيكرر أحاديث على الخطبة مثلا أو في المنبر أو فلان بيذكر. أحيانا التكرار هذا بيبقى مقصود بعينه، إن إما إن المشكلة ما تحلتش والناس ما زالوا يريدون أن يتعظوا بهذا، وإما أن يكون الجمع تجدد ودخل عليه وافدون جدد لم يسمعوا هذا العلم من قبل، أو لم يسمعوا هذا الحديث من قبل، أو الاستدلال به، وربما يحتاج لأنه يختلف به إنجاز التعبير الاستنباط منه فيصلح لهذا وذاك وذاك، ويكون الحديث من الحديث الجامع.
فالنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة كان يكرر الأحاديث أحيانا، يكرر الحديث كما جاء في رواية، يكرر الكلام ثلاثة في المرة الواحدة، ويكرر أحيانا الأحاديث في مجالس متعددة. ليه؟ لأن المشكلة قائمة لم تحل، ما زال كثير من الناس لم يسمع بهذا الحديث، خاصة إذا كان فيه جمع ممن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ولاية، ليكرر الحديث. ما أجمل بقى أن تكون هذه الموعظة مؤثرة وترجع الإنسان إلى أن يترك ما في يده، لأنه ليس أهلا لذلك. هذا الرجل الأنصاري الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل أسود من الأنصار فقال: يا رسول الله أقلني من عملي أو أقبل عني عمل، يعني العمل اللي أنت وليتوني إيه؟ خذه. وهذه لا يفعلها إلا صاحب الإيمان. حلو الكلام؟ من الآخر كده، يعني أنا آخذ وظيفة ومكانة وكفاءة، يعني منصب، وأجي أتنازل عنه كده لفلان، ولا أتنازل عنه عشان أنا؟ لا، هذه معناها أنك تعامل الله، تتجرد تماما لله سبحانه وتعالى. فلما ذكر عليكم سافر، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد في قلب هذا الرجل نبض القلب وخوف من الله عز وجل، مخافة أن يكون من هؤلاء، لأنه قلبه رقيق ربما، لأنه لا يصلح لهذا العمل، ربما جرب نفسه، لا نفسه يدخل في مشاكل وفي محرمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ مني الشغلانة دي يا رسول. وهذا كما قلت تحتاج إلى تجرد، وتحتاج أن تكون أصلا بين قوسين تعلم تماما أن الإنسان عنده كفاءات، أو عنده هناك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بين إخواني من يستطيع أن يحمل عنه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا بصراحة مش قد الشيلة دي يا رسول الله، من الآخر يعني. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد عليه الكلام. وأنا أقول مرة ثانية: من استعملناه على عمل فليجيء بقليل وكثير، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين أهمية بيان ضوابط ومواصفات وشروط العمل قبل الدخول فيه. أي عمل أنت عاوز تتولاه ما ينفعش تاخده كده بالمجمل، لازم تقرأه جيدا، ما له وما عليه، أنا أدو ولا مش أدو، وتكون فيه متجرد لبعض. بعض الإخوة بقى إيه، والله نحن نزكي فلان الفلان أن يتولى منصب الفلان، هو يقف بقى: أشكركم جزاكم الله خيرا، والله انا مش عارف اودي الثقه فيه. انت عارف انت هتشيل ايه، ربنا يسترها معانا معاك. لازم تعرف المهمه التي تدخل عليك، ربما لا تصلح لها انت، ربما تعلم ان هؤلاء يحاولون ان يورطوك، ربما تعرف ان في الامر مجامله، ربما ترى ان هؤلاء ان من بينهم من هو اصلح منك. لا بد ان تكون متجرد في هذا المجال، ولا بد ان تكون عارف شروط العمل قبل الدخول عليه. العمل ده يتطلب مني 1 2 3 4 5، وعليه عواقب 1 2 3 4 5، أداها ولا مش أداها، ادخل أو لا تدخل. أما إعطاء المناصب والأمور على أمور عامة تؤدي في النهاية إلى ضياع العمل وضياع العاملين، الكوارث اللي دخلت علينا في الأمة الإسلامية كلها من هذا الباب، كوارث. إحنا آفتنا على فكرة في الأزمنة الأخيرة أن يوسد الأمر لغير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة مش الحكومات والمناصب ولا القيادات ولا حتى الظلم، حتى بين العاملين في المحافظ الإسلامي يمكن هم أكثر من غيره، ابن عمه وابن خالته وحبيبه وصاحبه، السمع والطاعة عنده عمياء إلى غير ذلك من هذا الأمور، خلاص يتولى المناصب ويتحرك أو يعمل حاجة. ما ينفعش الكلام ده، الكفاءة عنده كفاءة ولا ما عندوش كفاءة، يصلح لهذا الأمر ولا لا يصلح لهذا الأمر، إلى غير ذلك. لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر. حديث عمر كما هو حديث اللي هو كركر الذي مر علينا. بس سؤال بسيط بالنسبة للحديث، يعني صحيح أنه ما زلت شهيد بسبب المضي وأن ليس بشهيد؟ نعم، فلان شهيد، خلص بطل شهيد، أو مش ليس شهيد بسبب المظلمة اللي كانت، لأنه أخذ العباء. ما هم قالوا الله أكبر هنيئا له الشهادة، كما قلت في رواية، هنيئا له الشهادة، لأنه مات على مات بسهم غائر جاء هو ينقل المتاع، هذا الرجل. فالناس قالوا بس مات، يعني جاله السهم، جات له الطلقه انجاز التعبير، وهو من الكفار فنال الشهاده. فهنا منع حد الشهاده، بل منع الدخول الجنه، لانه اخذ مالا بغير حق. في روايه 70 سنه، وفي روايه انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هل حتى لو ممن عد بالسهله برضه، والله لو 7 ايام حتى ولا اي شيء، يعني نسال الله العفو والعافيه. فهذه امر صعب يعني. طبعا لا يكون شهيدا، نفى النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن كثيرا ممن نحكم عليهم بظاهر الأمور وظاهر الأحوال ربما يكون عند الله عز وجل على النقيض تماما. صلاح أنت نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يغفر لنا ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى. نختم الباب إن شاء الله. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لو قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله قتلت، رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. هذه حديث مهم جدا، والحديث الأول الذي ذكره أخونا محمود أن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله وأنه يكفر الخطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له: نعم، إذا كان صابرا محتسبا غير مقبلا غير مقبل. إذا شرط الجهاد الذي يدخل أو يكفر به السيئات ويدخل به الإنسان إلى الجنان وينال به الشهادة، هذه الثلاثة لابد أن تكون موجودة فيه، أن يكون هذا صابرا يحتسب هذا الأمر لله، فلا يكون معه كما جاء في بعض الروايات الأخرى للمغنم، للشجاعة، للرياء، للذكر، لغير ذلك من هذه الأمور. هذا كله ليس في سبيل الله ولا يدخل في تكفير الخطايا، يحبط به العمل. والأمر الثالث وهو الأمر الأصعب، أن يكون إنسانا مقبلا غير مدبر، وهذا تحتاج تثبيت من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء غضب من الله ومأواه جهنم وبئس وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. لكن أجمل ما في الحديث هو أن السنة تكون بوحي من الله عن طريق جبريل كما القرآن سواء بسواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فإن جبريل قال لي ذلك. ما حدش بيقول لك القرآن من عند ربنا وشفت بقى هذا. جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن سواء بسواء، هو دليل على أن السنة وحي من عند الله، وأنه لا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه إلا بتأييد من الله سبحانه وتعالى أو بوحي منه. الأمر الثاني الدين. الدين يا إخواني الكرام عافاني الله وإياكم وصلى الله وسلم يعني يسد عنا ديوننا جميعا إن شاء الله. الدين هذا يوصف كل شيء، لذلك ينبغي للإنسان أن يكتب دينه وأن يوصي بقضائه في حياته إن استطاع، أو بعد وفاته قبل حتى أن يدفن، لأنه يعلق به الأعمال، يعلق العمل حتى يدفن. الدين هذا لأنه حقوق عبد، حقوق عبد، لا إما أن يعفو أو إما أن يتنازل وإما
أن يقضى له الدين أو يدفع له. فخلي بالكم من هذه القضية، جاءت فيها جملة كبيرة جدا من الأحاديث التي لا تهاون فيها، حتى أنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قربت إليه جنازة سأل هل عليها دين؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال صلوا على أخيكم. وإذا قال أحدهم يا رسول الله أنا كفيل أو أنا ضامن بدينه صلى عليه. فهمتوا؟ فكان هذا أمر شديد ينبغي أن يفهم من كلامي وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث المفلس طبعا ذكرناه، وأكثر شيء يدخل منه الشيطان على الإنسان هذا، العظم بين يديك أعمال الفرائض الخاصة بك، يسيبك تصلي وتصوم وتعبد وتشرب ويلعب على حتة المعاملات، لسانك ده مبرد ما بيقفش شغال مع الناس، سفك هذا وسب هذا واغتاب هذا ونم هذا. فأنت تظن يوم القيامة بقى ختمت 200 ختمة ولا 2000 ختمة وعملت مش عارف كم حجة وعملت كل هذا لك، لكن المشكلة الأكبر في أنك فتحت لسانك ويدك على أعراض الناس وأبدان الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المفلس، تصحيح مفاهيم، مش المفلس اللي ما عندوش دينار ودرهم. المفلس ده اللي هيجي يوم القيامة عنده كتير من العبادات التي جاء بها لنفسه، لكنه هباء منثور الضيعة على نفسه بالخوض في غيره. وهو دليل على أن الأمر فيه شدة وفيه عسر على من يحاول أن يأخذ به. حديث إنما أنا بشر، أول شيء يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب فيما ليس في ذلك بمنزلته البلاغ أو النبوة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينظر إليه على محملين، المحمل الأولاني كونه رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخطئ صلى الله عليه وسلم ولا بين قوسين ولا يخون ولا يكذب ولا يخالف حقيقة ولا غير ذلك، حاشاه صلى الله عليه وسلم. أما ما في اجتهادات ربما يخطئ وربما يصيب، خطأ بشري لا نتكلم على خطأ نبوي. مثلا زي ما مر على القوم الذين كانوا يقبرون النخلة، وقال لهم أرأيت ألا تفعلون، فتركوا الأمر ولم يفعلوا. يقبرون النخلة يعني إيه؟ يلقحونها. الجماعة اللي عندهم نخلة يعرفوا هذا الأمر، لابد أن تتم تلقيح النخل. فمر النبي عليهم ولقاهم بيلقحوا النخل، فقال لهم أنا رأيي ما تعملوش يعني جزء. فلم يفعلوا، فجاء النخل طلعه كله بايظ جزء، شنيظ كما يسمى في الرواية. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور إيه دنياكم، أنا قلت لكم رأيي يعني جزء. فهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على بشريته، بشريتي في التقاضي إلى إذا لم يبلغ بوحي، إنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، عندكم مخاصمة، ولعل أحدكم أو بعضكم، لعل أحدكم أو بعضكم ألحن بحجتي المرأة. حضرتك عندك لسان سكر تعرف تجيب الحق من إن شاء الله، بص تستعطف كل اللي حاضرين دول تخليهم يعيطوا ويبكوا ويدوك من جيوبهم ويحطوا. أعطيت بلاغة في اللسان، وإن من البيان سحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لا مش اجتهاد، حداقة، ذكاء في غير مكانه، محاولة للوصول إلى الباطل أو إلى الحق بالباطل. حلو الكلام؟ وأخذ ما لا يكون لك بطريق بالأساليب التي تعرف. أنا بقول لكم هذا موجود بقوة. تستطيع إنك مثلا تبقى واخد قرار إن أنت تتعاطف مع شخصية أنت ممكن تقلب نفسك 180 درجة بعد ما كنت قبل كده بتعاديه. أول ما تقعد مع ده راجل كويس ده سكر، إنسان على خلق إنه أعطي إيه من هذا البيان أو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ألجأ الناس إلى التحاكم إلى الله وإلى القلوب وإلى الضمائر، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجة من الآخر. مهنة المحاماة ومهنة القضاء هذا مهم جدا. القاضي معذور إذا لم يحكم بين قوسين، إذا لم يحكم بالحق في قضية استجمع فيها كل الأسباب للحكم. يعني دلوقتي مثلا عندي قاضي من القضاة عنده كل الأوراق متستفة وعنده مش عارف إيه، وهو بين قوسين أمامه كل الأوراق بتقول إن فلان هذا أحق بالحق هذا من فلان، والحقيقة على غير ذلك، بس استجمع كل الأسباب التي بين يديه قضائيا، هو معذور في ذلك حتى وإن حكم بغير الحق. فهمتوني؟ لأنه في النهاية أخذ بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يبين أنه ربما يحكم للإيه؟ للظالم على المظلوم. ماشي؟ فيرجع الأمر إليك، أن حتى وإن حكمت لك بهذا فليس حكم القاضي يحل حراما أو يحرم حلالا. دي مهمة جدا.
يعني مثلا انا حكمت لك وانت عارف في قرارة نفسك انك مالكش حق في هذا الحكم. حكمي لك ليس ذريعة ان تأخذ ما ليس لك. انا حكمت بالاوراق. حلو الكلام؟ حكمت بالاوراق والمستندات والادلة التي جاءت بين يدك. يقول الحكم فيه انه لك. وانت تعلمي من قرارة نفسك انه ليس لك. ليس حكمي هذا ذريعة ان تاخذيه وتعمليه وتستحليه. فحكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. تقع على طول مش كثير. كل يوم في القضاء عندنا بيحكموا دايما للظالم على المظلوم. واحيانا في بضمانات ماليه مثلا، يعني مثلا يحكم له مثلا بتعويض مالي وليكن 100,000. يعني مش فقط ان هو ظالم وكده، له تعويض مثلا. وانت تعلم ان هذا سحت. فانت المفروض تدفع انت كمان انجاز التعب. هو التلاعب بالقضاء والمحاماه والمهن هذه اصبحت الان بشكل كبير جدا فيها شيء من يعني من التلاعب بالالفاظ والقوانين مهما كان ارجعك في نهايه الامر الى ضميرك والى قلبك والى معاملتك ومراقبتك للناس. انا بره الليل. بالنسبه للمحامي اذا يعلم الموقف بتاعه هو لا يجوز شرعا ان يدافع عن انسان يعلم تمام العلم أنه ظالم أو أنه سيأخذ حقا ليس له. ولذلك أنا أرغب في الإنسان أن يشتغل في المهنة دي لأنه مش هياكل عيش على فكرة. وإن كنا نحتاجها. نحتاج إلى من يقف مع أهل الحق. لكن أقول لك أنا ماليش دعوة يا مولانا. لا لا لأنه لا. هو يدخل في نفسه هذا ولعل أحدكم ألحن فمن قضيت له شيء من حق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا لا بد أن يؤخذ. ماشي؟ كما في رواية أخرى. أنا حتى لو اديتك الحكم وأنت خدته وخدته المال ده تستحق. زي شركات التأمين كده واللعب على شركات التأمين. وإلا تكون قطعة له من النار. في رواية إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. عاوز عقلك تاخد بالحكم خد. بس أنت خدت قطعة من النار الآن. شركات التأمين مثلا شركات التأمين تبقى عارف ومتأكد إن أنت أصلاً أنت المتسبب في الحادث. حلو الكلام؟ أو أنك أن الضرر عليك، أن الضرر منك وليس عليك. ماشي؟ وتقاضي مثلا شركة التأمين وتدفع لك. دي صعبة شوية لكن تحدث. وتقبل مال التأمين وأنت تعلم أن الخطأ منك. أو التأمين على الحريق، أو التأمين على البيوت، أو التأمين على أي شيء. هذه مثلا من الأمثلة. أيضا يدخل في هذا. ماشي حتى نفهم الامور، لا بد ان يرجع الانسان في حكمه وفي قضائه اولا الى ما يعرفه من خصيصه نفسه، مظلوما كان او ظالما. فان كان مظلوما رهيب. لكن موجوده، ما هو ده احنا بنرجع نفسنا لاديه الشرع. ما هذه مما عمت بها البلوى. نعم سيدي. ان اقرت شركه التامين لك خلاص. اذا كان الضرر على اذا كان العقد يقتضي هذا ما فيش مشكله. انما ان اغير الامر فاقول انا ما اقول انا 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 ضربت انا ضربت وليس وانا الضارب او انا الذي مثلا فعل بي وانا الفاعل او ادفع فلوس للوصول الى مبالغ التامين او استخدم المحاماه والقضاء لهذا الامر هذا كله يدخل في دائره الشرع. وعدد على نفسك بقى انواع كثيره جدا مما يدخل في هذا الباب. ماشي؟ هذا كله يدخل في هذا الحديث. والأمر يا جماعة هنا لا يتعلق في الخصومات فقط بين الأفراد، يتعلق أيضا في الخصومات في الحق العام. هل يجوز شهادة الزور في الحق العام يا جماعة؟ الحق العام مثلا حدثت بيني وبين أخي الكريم مثلا خصومة أدت إلى مثلا معاركة. حلو الكلام؟ في ألمانيا يحدث هذا. عراق ثم أقمت أنا ضد دعوة وهو أقام ضد دعوة. حلو الكلام؟ تمام؟ كل واحد بيلحق الثاني يعمل قضية قدام الثاني عشان قضية قدام قضية وتنزل القضايا. من خلال قراءة المحضرين والقضيتين يتضح للدولة أن هناك ظالم ومظلوم. إذا سقط حق الخصمين يبقى حق الدولة. الحق العام بتاع الدولة احترام القانون. تفهموا هذا؟ يعني انا وانت تنازلنا. الدولة بقى لسه حقها ما خدتوش. هذا موجود في اوروبا، في المانيا. اسمه الحق العام. انتوا معايا؟
حق العام بمعناه انه حتى لو انا وانت تم من التصالح، اذا رات النيابه ان هناك ظالم وهناك مظلوم ولم يعجبها مساله تسويه الامر، لها حق ان تقيم دعوه على الطرفين بالحق العام. حلو الكلام؟ طيب في الحق العام ده بقى بيجي بقى يلعب الشيطان بدماغ الناس شويه. يقول لك طب دلوقتي يا شيخنا لو جبنا مثلا واحد وشهد قال ان ما حصلش حاجه وغيرنا في الاقوال، هل يجوز شهاده الزور والكذب في الحق العام؟ فلا يؤخذ من الحديث فقط ان اللحن في القضيه يكون او الكلام بغير الحق يكون بين المتخاصمين فقط، هذا كلام خطا. هذا اذا كان في الادنى فهو في الاعلى اولى. بل انا اقول المحافظه على الحق العام اولى بكثير من الحق الخاص. لان لو اننا ابحنا هذا في الحقوق العام سيضيع القانون بين الناس. ماشي؟ لن تستطيع الدوله ان تحافظ بجأشها ورباطتها على استمراريه القانون والعداله فيه. تفهموا هذا المعنى ولا تفهموش؟ ركزوا في هذا. يعني بعض الناس جاءني في فتوى على فكره بهذا. جاءوا في مشكله وقعت بيني وبين اخي، حدث بينهما التصالح، لكن الدوله لم تغلق القضيه. النيابه حركت القضيه مره ثانيه، رأيت ان التصالح هذا في واحد مظلوم وفي واحد ايه؟ في واحد ضارب اكتر من الثاني، فحبت تاخد الضارب ده ايه؟ تعلمه الادب، انجاز التعبير. ماشي؟ مع ان الثاني سامح والثاني، فاصبحت الان القضيه ليست بين خصمين، بين رجل ودوله. موجوده في الدين بين الحق في الحق الخاص. حلو الكلام؟ الحق العام بيقول لك ممنوع انك تضرب احد. والا سيوقع عليك عقوبه، ممنوع انك تاخذ حاجه مش بتاعتك. هو احيانا بيكتفوا بالتسامح وتنتهي. واحيانا بيلعبوا على مساله ان الدوله لها حق عنده، الدوله ممكن تاخده فلوس، ممكن تاخده شيء من الغرامات، ممكن تاخده مش عارف. حدثت يعني. بحكي لكم على قضيه واقعيه موجوده. فياتي الشيخ او ياتي انسان يحاول ان ياخذ فتوى في محاوله تغيير الاقوال او محاوله ادخال شاهد اخر يقول كلاما مثلا ينافي او يبطل الحق العام للدوله. تفضل. احسنتم، انا عايز اقول هذا يعني مش فقط اتعاب الدوله، القانون لابد يا جماعه ان يفهم ان هناك حق. على فكره متى يطبق القصاص في الدين ومتى لا يطبق القصاص في الدين؟ مثلا او اي شيء. لا، اذا عفى صاحب الحق قبل ان تصل القضيه الى الامام اسقط القصاص. اذا وصلت القضيه الى الامام أصبحت القضية تنطلق من الحق الخاص إلى إيه؟ الحق العام. شفتوا دي؟ حتى وإن صالحنا؟ يعني مثلا عافاكم الله، حدثت حالة زنا. إذا لم يرفع الأمر إلى الإمام لا يقام الحد. تفهموا هذا المعنى؟ إذا لم يصل الأمر إلى الإمام ماشي؟ وحصل بين قوسين ستر أو اتفقوا على الزواج أو بين قوسين أي شيء، لم يصل إلى الأمر إلى الإيه؟ الى الامام، خلاص لا يقوم الايه؟ الحد. طب اذا رفعت القضيه للامام سقط بقى حق الخاص ودخل على الحق الايه؟ العام، لم يرجع الامام في تطبيق القصاص. حتى وان عفى صاحب الامر. حلو الكلام؟ يعني في حاله واحده في الدم يرجع فيه احيانا الى العائله او العاقله او ابناء الايه؟ حفظا للايه؟ حفظا للدماء وللنفس. يرجعون لهم ان وافقوا في هذه الحاله، انما في اي امر من الامور الاخرى الخمر مثلا، اذا شرب الخمر ولم يرفع للامام لا يقام عليه الحد، طب اذا رفع للامام خلاص. السرقه نفس الفكره. كل شيء، اذا لم يرفع للامام، اذا عفيت انت هو سرقني. انت سرقك. السرقه دي حدها اذا رفع للامام قطع اليد صح؟ طيب انا هعفو عنه او بين قوسين لم نصل الامر الى في هذا الى الامام. لماذا يجب تطبيق الامام الحد حتى وان وصل الامر من الحد الخاص؟ لان هذا اصبح قانون عام لا يجوز في الامام فيه ان يتهاون فيه. ماشي؟ في روايه
يعني ان رجلا اراد كما جاء في حديث ان يعفو عن اخيه بعد ان وصل امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلا كنت من قبل؟ ما عملتش ليه كده من قبل كده قبل ما تجينا؟ ما دام طلعت خلاص الموضوع عدى. فهذا الذي نقوله في الدوله هو موجود في ديننا، لانه لا بد ان نحافظ على سياج الشريعه على مستوى العام، والا كل واحد بقى يعمل حاجه يطلع للامام يقول له معلش احنا نرجع تاني، يحصل فيه بين قوسين استخفاف واستهزاء بالقوانين الدينيه وحفظ ما الجو العام للشريعه الاسلاميه. فهمتوا هذا المعنى يا جماعه؟ فلا ينبغي ايضا ان يلحن الانسان في خصومه بينه وبين الحق العام. بيقول لك ما فيش مضر، انا مش هضر حد يا شيخ، ان الذريعه انا لن اضر حد، انا يعني انا بس كل الحكايه ان انا ايه انا مش هضر اخي، خلاص اخي عفى عني، انا مش هضر اخي ان هو مثلا بيت قصير، انا مش هضر الدوله بقى، انا دخلت مع الدوله، فبدل ما تاخد مني 3 4000 يورو غرامه، ولا تحطني على قائمه سوداء، ولا تمنع عني مش عارف ايه من الغرامات، او توقف عمل من الاعمال اللي بعملها، او شركه من الشركات التي اسسها، فانا لازم افعل هذا الامر. اقول لهم بصراحه لا يجوز شرعا، وان افتاه غيره بغير ذلك. نسال الله العفو والعافيه، ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لن يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما. وحديث خولة بنت عامر امرأة حمزة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كل هذا يتعلق طبعا كما قلنا بمال المسلمين، وهذا إذا دل فإنما يدل على كثرة الأحاديث التي وضعت في حفظ المال العام، وأن مناط الفساد كله يبدأ منه. الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، الفساد الاجتماعي، الفساد الاخلاقي يبدا من السطو على المال العام. يبدا من الجزء. وشوفوا الان الواقع ماذا يقول. لما خرجت ثروات الامم من يد اهلها نشر هذا الامر فسادا على كل المستويات والاصعده. صح ولا لا؟ اسال الله ان يغفر لنا ويغفر لكم اجمعين رب العالمين. ونختم بهذا ان شاء الله هذا الحديث وهذا الباب ان شاء الله تعالى. نسال الله ان يعلمنا واياكم من الخير، وان ينفعنا واياكم بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نستوقف هذا الدرس المبارك لمده الاجازه الصيفيه حتى نرجع ان شاء الله في منتصف شهر سبتمبر او في بدايات شهر اكتوبر حسب ما نعلن ان شاء الله للاخوه والاخوات. واتمنى ان نستكمل جميعا، ما يجيش احد بيقول لك كفايه علينا النص الاول، ما دمنا نعيش ونستفيد فنتعلم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله عز وجل على هذه المجالس. نسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم إن شاء الله تعالى.